السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن بلوغ رمضان نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على عبده المؤمن. كم من أناس كانوا معنا في العام الماضي هم الآن تحت أطباق الثرى، فنحمد الله جل وعلا أن بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية. روى الإمام أحمد مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلي حي من قضاعة أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشهد أحدهما قبل الآخر والآخر توفي بعده بسنة. قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: فرأيت في المنام أن المؤخر منهما دخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت من ذلك فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعروف أن الشهيد في أعلى المنازل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة، أي صلاة سنة كاملة. وهذا دليل على فضل من طال عمره وأدرك رمضان، وأنه يحصل بذلك خير كثير. أيها الإخوة الأفاضل، رمضان خصه الله جل وعلا بخصائص وفضائل عظيمة، فمن ذلك أن الله جل وعلا أنزل فيه هذا القرآن العظيم. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، الآية. قال بعض أهل العلم إن الله جل وعلا عقب بالفاء السببية ليبين أن سبب اختيار رمضان ليكون شهر الصوم هو إنزال القرآن فيه. قال تعالى: إنا أنزلناه، أي القرآن، في ليلة القدر. ومن المعلوم أن ليلة القدر إنما تكون في ليالي رمضان، ولذلك ينبغي للمؤمن أن يكثر من تلاوة القرآن في رمضان، فهو شهر القرآن حقا. في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن كل ليلة في رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ومنها كذلك من فضائله أنه تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. وروى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة في رمضان. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. وأنا شاهدت هذا بنفسي عندما كنت أعمل في مكاتب الدعوة، وهي التي تسمى الآن جمعيات الدعوة والإرشاد. ففي الليلة التي يعلن فيها أن غدا رمضان يتوافد إلى المكتب جمع كبير من الرجال والنساء يعلنون إسلامهم، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: صفدت الشياطين ومردت الجان. ومنها كذلك من فضائله أن في ليلة عظيمة مباركة من حرم خيرها فقد حرم،
قال تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. المقصود أن العمل في تلك الليلة أفضل من عبادة 83 عاما وبضعة أشهر. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومنها كذلك أن لله جل وعلا في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، ولكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له. روى البزار في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله في كل يوم وليلة من رمضان عتقاء من النار، إن لله في كل يوم وليلة من رمضان عتقاء من النار، ولكل مسلم في كل ليلة من رمضان دعوة يدعو بها فيستجاب له. ومن كذلك أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهي الرائحة المستكرهة التي تخرج من معدة الصائم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بلقاء ربه. ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. ومنها كذلك فضل العمرة فيه، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة من الأنصار يقال لها أم سنان، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تكوني حججتي معنا؟ قالت: يا نبي الله، ناضحان لأبي فلان زوجها حج وابنه على أحدهما والآخر يسقي عليه غلامنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعمرة في رمضان تقضي، أو قال: تعدل حجة معي. ومنها كذلك أن من صام رمضان وأدى الفرائض الأخرى كان من الصديقين والشهداء. فروى ابن حبان في صحيحه من حديث عمر بن مرة الجهني رضي الله عنه أن رجلاً جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، صليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الصديقين والشهداء. ومنها كذلك من فضائل تكفير الخطايا والسيئات. فروى ابن حبان في صحيحه من حديث مالك بن الحويرث عن أبي عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر فقال: آمين، ثم رقى درجة أخرى فقال: آمين، ثم رقى درجة أخرى فقال: آمين. فقال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. قلت: آمين. قال: ومن أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قلت: آمين. قال: ومن ذكرت عنده ولم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين. قلت: آمين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا واحتسابا أي مصدقا بفرضية الصيام محتسبا للأجر والثواب، لا يصوم ونفسه تكره الصيام، أو يقوم الليل صلاة التراويح ونفسه تكره هذا القيام، وإنما نفسه طيبة بهذا الصيام والقيام. اللهم كما بلغتنا رمضان، اللهم إنا على صيامه وقيامه، اللهم اجعلنا في رمضان من المقبولين ومن عتقائك من النار. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا السهر والتعب،
تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.